اللقاء مواجهة البرازيل وتشيلي بمواجهة أخرى في منطقة الوسط بين النجم البرازيلي كاكا وبين النجم الذي دخل إلى شوط المباراة الثاني. محاولة اللعب، خلصت المباراة وكما توقع روبينيو. بالفعل إنه الحاضر في ملعب إليس بارك، روبينيو الذي جاء يبحث عن الهدف السادس في مرمى تشيلي. تحقق المراد وتحققت الأمنية وطلقة الرحمة هذه المرة من روبينيو إلى مرمى تشيلي، الهدف الثالث للمنتخب البرازيلي على طول في الدقيقة 14 من زمن الشوط الثاني من المباراة. حطها، ركنها، عملها بليسينج في الزاوية البعيدة في الزاوية اليسرى لمرمى. برافو من روبينيو الذي تفاءل قبل هذا اللقاء، قال لاعبنا أمام تشيلي في 5 مباريات حققنا الانتصارات 5 وسجلت 6 أهداف في مرمى تشيلي. إذن هو كان يبحث عن الهدف السابع، سجل السابع روبينيو في مرمى تشيلي، وترتفع النتيجة إلى 3 أهداف للبرازيل مقابل لا شيء للتشيلي.